بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يأتي حفل اختتام حملة عمالة الأطفال بمشاركة مؤسسات أكاديمية في غزة. أسباب عمالة الأطفال كما يراها هؤلاء تتمثل بتفشي الفقر الذي يفرض على بعض الأطفال البحث عن العمل في ظل الظروف المعيشية الصعبة. يعني لا يمكن أن يكون إنسان مرتاح اقتصاديا ماليا وفي النهاية بنزل يشتغل. طبيعي جدا في أسباب أخرى لكنها جميعا تتضافر تدور في حلقة العمل الاقتصادي، التفكك الأسري، البيئة التعليمية المتردية للوالدين، أيضا البيئة الثقافية. لابد أن تتدخل الدولة ولابد أن تتدخل السلطات المختصة ولابد أن تتدخل مراكز حقوق الإنسان والمراكز الحقوقية بشكل عام من أجل منع هذه الظاهرة ومن أجل تطبيق القانون. استمرار الحصار على غزة لعب دورا في زيادة هذه المشكلة كما يجمع هؤلاء، غير أن غياب المعالجات الحكومية السليمة للمشكلة فاقمها. هناك أسباب تتعلق بالاحتلال والأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحصار الفلسطيني، وهناك أسباب تتعلق بالمعالجات الحكومية التي نعتقد أنها بحاجة إلى تطوير. ووفق الدراسات التي أجرتها المؤسسات الأكاديمية فإن عمالة الأطفال نتجت عنها مشكلات اجتماعية دفعت بعض الأطفال إلى التحايل والكذب لكسب المال تحت حجج مختلفة. رغم وجود قوانين وتشريعات تحرم عمالة الأطفال في غزة، إلا أن الوضع الاقتصادي المتردي يمنع الجهات المختصة من تطبيق هذه القوانين في ظل استمرار الحصار. خالد أبو الرسق، قناة القدس، غزة، فلسطين.